بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعد أن قدم أن موسى استسقى ربه لقومه فقبل ربه سقياه وقال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا وتوجه كل سبط من الأسباط وذريته إلى مشربهم، وضع الحق قضية كان ولا بد أن تذيل بها هذه النعمة، لأن الإنسان حين يكون مضطرا يفقد الثقة بنفسه وبأسبابه، ولكنه لا يسلم نفسه فيلجأ إلى ربه، فإذا ما لجأ إلى الله باضطرار أجاب الله دعاءه، لأنه قد استنفذ كل الأسباب التي أمده الله بها. والإنسان لا يطلب معونة الذات إلا إن استنفذ أسباب الذات المعطاة له. وكثير من الناس كما قلنا يقول: دعوت الله فلم يجبني. نقول له: الذي يجاب إنما هو دعاء المضطر، وأنت دعوت عن ترف فلم تدع عن حاجة. والحق سبحانه وتعالى حين يستجيب لصاحب الضر فيكشف عنه ضره ويستغني بما أعطاه الله، يعود إليه طغيانه الذي قصه الله عنه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبعد ذلك حينما تأتيه النعمة يذكر نفسه ولا يذكر ربه، ويقول: أوتيته على علم. فيريد الله أن ينبه بعد حادثة الاضطرار إلى طلب السقيا، يستغل هذا الاضطرار، يعني في حموة الاضطرار يقول: اكلوا واشربوا من ايه؟ من رزق الله. ولا تجيبوا على هذا بأن تعثوا في الأرض مفسدين. إذن فكأنه استغل امتداد حاجة الضعف البشري ولقنه الحكمة التي تدفع عنه غروره بنفسه حين يستغني. لقد كان لسبأ في اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. أعرضوا عن ماذا؟ الأعرضوا عن الأكل؟ لا، هم كلوا، بس كلوا مش على أنه من رزق ربكم، على أنه من شطارة وبنينا السد. الله! طيب يبقوا أعرضوا عن إيه؟ كلوا بس أكلوا أكلا غير ملتبس من رزق الله، ولكن من سد مقرب اللي عملناه وعملنا مش عارف الايه. واعرضوا عن شكر الله، فبماذا اجابهم الله؟ فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. اللي كانوا بيعتزوا بيه انه حجز الميه وعمالين يروم ويعملوا زي ما هم عايزين ويجي لهم الخير، جات لهم النكبه من ايه؟ منه نفسه. ارسلنا عليهم ايه؟ سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل.
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ إذن فيجب أن يحتاط الإنسان لنفسه حين تواتيه الأسباب. ويقول الله: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لإيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مش كده؟ وفي آية تانية برضو يقول: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقول لك: لا، أصلا احتطت للمسألة، وأصلا اتجدعنت، وأصلا عملت، وينسى الإيه؟ ينسى الأصلية خالص. فربنا جه استغلهم وقت الحاجة كما تستغل الحاجة في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته، لأن وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرح، يقوم يمكن ايه يستمع. فربنا لما سقاهم قال: بقى كلوا واشربوا، بس من رزق ايه؟ من رزق الله. اياكم ان تقولوا ده من عندنا، ده حتى جالكم عن غير بلك. لو قال جه مطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل، لان المطر ينزل عادة، مش كده ولا لا؟ اما جبالهم من حجر، عشان يبقى ما فيش كلام، يعني ايه؟ ما فيش احتيال للطغيان. ولا تعثوا في الارض مفسدين. تعثوا في الارض مفسدين، عسى يعني افسد وفساد، فساد شنيع. طيب لا تعثوا في الارض مفسدين، القده جاي ليه؟ طب ما هو ما دام يعثوا يبقى فساد ولا لا؟ قال لك: لا، لان هناك امور قد تجري وفي ظاهرها الفساد، هي فساد في الظاهر، انما نظرا لما يكون من ورائها من الاصلاح يبقى اهو عسى صحيح في ظاهر الامر انه ايه، ولكنه لم يكن مفسدا بل كان ايه، مصلحا. افرض ان واحد ما يعرفش الولد ده صبعه ايه، جريله ايه، في غرغرينا في حاجه، وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده ان ده دكتور وجايب مشرط وعمل بيقطع صبعه، الولد بحكم غررته مش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا؟ صحيح عسى، لانه جه على صابعه وقطعه من حيث الظاهر ان ده افساد، انما هو ايه عمله ايه؟ اصلاح، لان بدل ما يقطع الايد كلها وقطع الايد بدل ما يقطع الجسم كله ما يضيع. يبقى اذا فيه امر يخرج على قانون الصلاح العام، بان يكون افساد في قانون الصلاح العام، ولكن اللي عندهم خبره ودرايه اعلى يقول لك: ده انا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه افساد، انما في الواقع هو ايه؟ هو اصلاح. ده كلام قوي. مثلا خرق السفينه اللي قلنا عنه زمان، خرق السفينه في قانون الصلاح العام ده افساد ولا لا؟ اهو عثى وافسد، مش كده؟ هي كلمه عثى زي ضرب تمام، عثى يعسي وعثي يعسى عسيا وعثى يعسو عسوا، كلها افساد، افساد شنيع. بس كلمه مفسدين دلت على اننا نتنبه الى ان الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه اهل الذكر. مثلا انت جيت كده وانت ماشي لقيت مثلا شرطه او ناس عمالين بيخلوا ناس من السكن بتاعهم ومطلعين عفشهم بره وبيطلعهم بره، انت ساعه ما تروح لقانون الصلاح العام بالعقليه العامه تقول: اعوذ بالله، ايه الوحشيه دي؟ امال يروحوا فين؟ امال يعملوا ايه؟ لكن لما تيجي للصلاح الخاص اللي علمه اهل الذكر يقول لك: ما طلعوش دلوقتي البيت هينهدم عليهم ويموتوا. يبقى هو عسى بقانون الصلاح، ان هو قانون الصلاح العام، انما قانون الصلاح الاصلاح الخاص مش مفسد بقى، بل هو ايه؟ بل هو مصلح. قلنا ان السفينه دي سفينه صالحه وكويسه وماشيه في امن الله ولمساكين يعملون في البحر، مش كده؟ وبعدين يجي مثلا العبد الصالح يعيبها، دي قانون الصلاح العام، يبقى عسى ولا مش عسى؟ لكن هو مفسد؟ لا، بما اتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد، بل هو ايه؟ مصلح.
صلاح لو علمه أصحاب السفينة أنفسهم هم اللي خرقوا السفينة. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام فيه ملك ظالم وبيشوف السفن الكويسة ياخدها يغتصبها، فهو قال نعيب السفينة دي عشان لما يجي يقول إحنا لسه هنصلح يوم يسيبها وياخد السفن الإيه؟ الكويسة، يوم نجها من مين؟ من الظالم. يبقى عسى يعني تعدى على قانون الصلاح الإيه؟ العام، إنما الإصلاح الخاص في باله. مين اللي علمه الإصلاح الخاص دي؟ قال لك الله، لأنه قال إيه؟ عبدا من عبادنا آتيناه إيه؟ رحمة. شوفوا كلمة رحمة تناسب إنه يعيب السفينة، لأنه ما دام رحمة ما يزورش عنه الأعمال الإيه؟ لتؤذي. وعلمناه من لدنا علما، استغل صفة الرحمة فيه لما علم من أن ملكا من الملوك يغتصب هذه السفينة، والسفينة لمساكين. إذن فالحيثيات دي كل ملك يغتصب السفينة الصالحة والسفينة لمساكين، قانون الإصلاح الصلاح العام يمنع لنا نعطبها، إنما لما نعرف الحكاية دي يحمل إيه؟ نعطبها ولا ما نعطبهاش؟ فلو أن موسى علم ما علمه الله، العبد الصالح ما علمش من نفسه، إياكم أن تفهموا أن أحدا يعلم شيئا بذاته ولكن يعلم، ده موضوع آخر. ولذلك ربنا احتط قبل القصة قال إيه؟ علمناه من لدنا علما وآتيناه رحمة، مش كده؟ يبقى إذن لما تشوفوا هيخرق السفينة تذكر أن الله آتاه رحمة، تذكر أن الله آتاه. لو ما قالش رحمة يمكن نقول ده راجل قاسي القلب، لا، الأول عرفنا أن له إيه؟ أن له رحمة، وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما. فلو أن موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه، أما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينة؟ لو أن أصحاب السفينة ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش؟ خرقوا. طيب الغلام اللي يقتله ده انت، وبعدين مشي كده ولقى غلام فقتله، قال له أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا إيه؟ نكرة. قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرة؟ ما هو قال له الأول إنك ولن تستطيع معي إيه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به إيه؟ خبرة. الله، إذن برضو قانون الصلاح العام كان يأبى أن يقتل الإيه؟ الغلام، إنما القانون الأعلى الذي علمه له الله هو أفسد، إنما مش عسى، إنما مش إيه؟ ما كانش يريد إيه؟ الإفساد. ليه؟ قال لك لأن ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه، أما السفينة فكانت ليه؟ لمساكين يعملون في البحر فأردت إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبة. أهي كل سفينة دي، كلمة كل دي عموم، نقول له لا، كل ملحوظ فيها القيد فأردت أن أعيبها يبقى كل سفينة غير معيبة، وإلا لو كان كل سفينة يبقى معيبة ولا غير معيبة ياخدها. يبقى أخذ كل سفينة إيه؟ صالحة بقى، يأخذ كل، يبقى كل دي اوعى تدخل فيها أي سفينة، لا، أي سفينة ما فيهاش العيب، مش كده ولا؟ وإلا تنجى ازاي؟ طب وأما الغلام اللي قتله فكان أبواه مؤمنين، ما دام أبواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم إيه؟ غرور، يمكن يفتنهم في دينه، يمكن عايزين يعيشوه كويس، يمكن يسرقوا له، يمكن مش عارف ايه ينفتنوا بيه، فقال لهم انا هحملكم ايه؟ هحملكم دينكم، والولد ده يروح من سكتكم وهيروح الى الجنه لانه قبل التكليف. مش انتوا كنتوا عايزينه يبقى مبسوط؟ اهو هيبقى مبسوط عندي. ها؟ وانتم ما تتفتنوش فيه. يبقى قانون الصلاح العام ولا لا؟ لما جه لقى الجدار يريد ايه؟ يريد ان ينقض فأقامه. وهم كانوا استطعموا القرية ولا ما؟ مش استطعموها؟ أتى على قرية استطعم أهلها، استطعم يعني طلبوا إيه؟ الإنسان لما يطلب الطعام دي تبقى غاية الحاجة ولا لا؟ وأصل فيه فرق بين أن تطلب ما ينفعك مباشرة وبين أن تطلب ما يأتي، ما شيئا يأتي لك بما ينفع. يمكن لما يطلب مال تقول ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده، انما بيقول لك اديني رغيف اكله، تبقى دي في حاجه اكتر من كده؟
اديني الاطعام زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله، يقول لك يا شيخ انا مش عايز بس يقول للراجل ده يديني لقمتين اكلهم وشويه فول. في حاجه اكتر من كده؟ يبقى ما طلبناش فلوس، لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه. طيب استطعم يعني طلب طعاما، مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني ياكلوه، يعني ايه ياكلوه يبقى منتهى الحاجه ولا لا. ومع ذلك اهل القريه مرضوش يدوهم. يبقوا قريه ايه شكلها دي؟ ده قريه لئيمه قوي. يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى هياخد عليه اجر لانهم طلبوا ان ياكلوا ما ادولهمش، فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدوله الاجر. فلما ما خدش الاجر برضه سيدنا موسى دي ده ناس لقمه وما ادونوش ناكل، تعمل لهم عمل ولا تاخدش اجر عليه؟ ده مساله من. قال له خلاص انت مش نافع وياي، هذا فراق بيني وبينك، انا هقعد اقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه. لان كان يجب ان يفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ما رضيوش قالوا لا خلاص. فابوا ان يضيفوهما. طيب كويس، لما ابوا ان يضيفوهما يبقوا لئام مش كده؟ طيب لما يكون اللئام دول في بلد، وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز، وابوه حطه تحت ابوهم حطه تحت الجدار، والجدار هيقع، يبقى لو وقع في وسط القريه اللئيمه دي ماذا يكون الموقف؟ هيلهفوه مش كده؟ يبقى اذا لما بنى العبد الصالح الجدار ولا خدش عليه اجر ده بينتقم منهم لانهم ما اطعموهش، مش حرامهم؟ يبقى عمل فيهم فصل ولا لا؟ يبقى اعمل فيهم فصل واخد اجره؟ لا بزياده. يبقى ربنا بيعلمني ان في حاجات تجري وظاهر الصلاح العام او القانون العام يباها، ولكن القانون الخاص الاعلى هو يقوله. ولذلك قال له ايه؟ يريد ان ينقض. ربنا حب يبني الجدار ده علشان يبلغوا سن الرشد وبعدين ايه يستخرجوا الكنز. بالله يفهموا بقى كده من فحوى العبارة. طب لما يبلغوا سن الرشد مين اللي هيقول لهم ان في كنز هنا؟ ها مين اللي هيقول لهم؟ يبقى لازم العبد الصالح بما اتاه الله من العلم ومن الرحمة والأخ بناه بناية موقوتة. بص كده لقى الولدين سنهم 7 سنين يبلغوا سن الرشد مثلا في 16 او في 18، البنى الجدار بناء موقوت، يعني على قد سن كذا يروح مهدوم، ولكن مهدوم هم بلغين الاشد يروح. ايش هذا مسألة؟ فاراد ربك ان يبلغ ايه اشدهما ويستخرجك. اذن فقول الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، يمكن ان لو تعثوا بس يمكن ما نعملش ما يناقض الصلاح العام، ولو كان فيه صلاح ايه صلاح خاص نقول له لا، ده ذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز، ذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز. يبقى انت في اذهاب الثلث ناقضت القانون العام، الا انك دخلت في قانون خاص، هذا القانون الخاص هو ده اللي ايه هو ده اللي ايه اللي اصلح. ولا تعسوا في الارض مفسدين، كأن فيه ايه عسية او عسو، انما ما يبقاش مقصده الايه الافساد. فيجب ان يتنبه الناس الى شيء ضد قانون الصلاح العام وشيء خاضع لقانون الاصلاح الخاص. علمك الله يا وريس النبيين. يا رب. هنا نجد ايضا اذ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لن نصبر على طعام واحد. يمكن كنا تعرضنا في الحلقة اللي فاتت إلى كلمة طعام واحد، مع أن هم كانوا بيأكلوا المن والسلو، انما المن والسلو بقى متكرر ولا لا؟ فيبقى ما دام رتابه الطعام يبقى هو طعام واحد، وان كان مكون من ايه من عده ايه من عده ايه الوان. يبقى اذن لما تسمع كلمه واحد يعني لازم تمزجهم على انهم طعام، لانهم بياكلوه يا ما يا بعضه
يبيع جنودة في ايده يبيع غمسودة بيده، يعني بيعملوه طعام ايه؟ طعام واحد. ده كلام على الاول. كلمة واحد، الواحد دي احنا عرفنا انها اول العدد، طعام واحد اول الايه، فاذا انضم اليه مثله يصير ايه؟ اثنين. فاذا انضم اليه مثل يبقى ايه؟ الله. يبقى اصل العدد ايه كله؟ اما مفردا او مضموما الى شيء، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ العدد. ولذلك لما جه عرفوا العدد قال لك واحد دي صحيح هي اصل العدد، منه يتكون الايه؟ العدد. وبعد ذلك لما تيجي لنفس العدد بقى غير واحد تقوم تجده يقول لك تعريفه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين، نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. يعني ايه حاشيتين متساويتين؟ افرض ان واحد قاعد في الوسط اهو، وعن يمينه واحد وعن يساره ايه، دي اسمها الحاشيه الاولى. ما تجيبش اللي على يمينه واحد وتجيب اللي على يساره اتنين، مش متساويين دول. يبقى ان خدت التاني من هنا خد التاني، التالت من هنا خد التالت، الرابع من هنا خد الرابع، يبقى اسمها حاشيته الايه المتساويتين. يبقى لما يجي حاجه في الوسط كده وبعدين يجي عن يمينها حاجه وشمالها حاجه، نقول دول حاشيتين ايه؟ ما تجيبش الواحد من هنا قصاد الاثنين من هناك، لا هات الاثنين من هنا قصاد الايه؟ الاثنين من هناك. طيب الواحد ده نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. طيب وكلم واحد بقى اللي قبله من الناحيه دي ايه؟ ابدا صفر، لا شيء، مش كده ولا لا؟ طب واللي بعده ايه؟ اثنين، نصفهم كام؟ واحد. طب خمسة، الحاشية الأولى بتاعتها كامل للناحية دي؟ أربعة. واللي بعدها أربعة وستة. يا أخي أنا بقول الحاشية، أنا بقول العدد خمسة، حاشيته دي أربعة ودي ستة، مش كده؟ الحاشية الأولى أربعة وإيه؟ أربعة وستة كام؟ نصفهم كام؟ خمسة. يبقى اللي نقصوا عن اللي زادوا عما بعده نقصه عما ايه؟ عما اللي زادوا عما قبله نقصوا عما هات عشرة حاشيتها القريبتين ايه؟ تسعة وحداشر، نصهم كام؟ الله، هي هي. طيب هات الحاشية التانية، الحاشية الاولى تسعة، الحاشية اللي الناحية دي التانية كام؟ تمانية. والحاشية التانية من الناحية التانية كام؟ اتناشر. يا اخي تمانية يبقى اتناشر، تمانية واتناشر كام؟ نصفهم كام؟ عشر. هات الحاشية البعيدة قوي واحد، والحاشية الأخيرة 19، اجمعهم على بعض نبقى نصهم كام؟ برضو عشر. هات أي حاشية واجمعها يطلع نصهم. كلمة واحد ده بقى أصل الإيه؟ أصل العدد. نقول له وهو عدد أيضا، لأن هو نصف مجموع حاشيتين. الواحد ده يدل على وحدة الفرد، إنما قد يكون مجزأ، قد يكون ايه؟ مجزأ. ولذلك قلنا الله واحد، مش بس واحد، واحد واحد وايه؟ واحد. ايه واحد واحد؟ واحد يعني ما فيش واحد تاني زيه، انما احد اي لا اجزاء له. يبقى احد ورد على ايه؟ ان ملوش اجزاء. ما انت واحد، مش كده؟ انما ما انتش احد، مش كده ولا لا؟ انت ليك اجزاء، مش كده؟ ولكن ايضا انت ما انتش واحد، لان فيه ناس كتير زيك. يبقى انت لا واحد ولا ايه؟ ولا احد. مفهوم ولا لا؟ لكن الشمس واحد، مش كده؟ انما مكونه من اشياء، تبقى ما هيش احد، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ربنا واحد، يعني ايه؟ ما فيش فرد تاني زيه. واحد مش مكون من اجزاء، مش مكون من اجزاء. ولذلك بقى ايه؟ واحد من اسمائه الواحد والاحد. ما تقولش ان دي مكررات، قولوا لا، دي ينتم في الفرديه ودي تم في الايه؟ تم في التجزئه. لن نصبر على طعام ايه؟ واحد، مع انه مكون من المن، هو واحد لانه رتيب، انما مش احد لانه مكون من ايه؟ من اجزاء. ده كلام على الاول. دي حاجه بتجيلهم سماويه، رزق ايه؟ انما من التعنت يقول لك لا. طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش؟
نيجي نهز الشجر ما ينزلش عليه نده، والطير ده بيجي كده ما يمكن ما يجيش، انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي ازرع فيها واشوفك لقدام. اذن ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب الماده عندهم، ما عندهمش ايمان بالغيبيات ابدا، مش واثقين بها خالص، وعندهم كلها ايه؟ حسيه. حتى نرى الله جهره، مش قالوا كده؟ حتى نرى الله ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. وكلمه كلمه يعني نصبر ديا يعني معناها انها بلغت المبلغ، لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقه. قال بدلوا نعمه الله كفرا. فادعوا لنا ربك. الله، احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. لان معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الارض عودهم مثل هذه المساله، والذي يدلك على انهم كانوا مستعبدين تعديد الالوان المطلوبه لهم في الطعام مما تنبت الارض من ايه؟ من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني تقولها الحنطه، تقولها مثلا الخبز، يتقول التوم، الله، كلها الانواع ايه؟ انواع بتاعت اللي بياكلها اللي هم في الصف، مما يدل على انهم كانوا ايه؟ مستعبدين، ومع ذلك حلت لهم عيشه العبوديه. حلت لهم عيشه العبوديه، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف ايه، ومع ذلك هم يقول لك ايه؟ طلعوها القصر زي ما بيقولوا في المثل الريفي، طلعوها القصر تتعلى، قالت ست قرقوشه. مش قالت كده؟ قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. هم طلب منهم ادعوا ادعوا، مش كان هو يقول طيب الايه تقول فدعا الله مش كده فاستجاب، انما قال يخرج، كانهم يعني مساله ضربت لازم. ادعوا لنا ربك ايه؟ معنى ادعو يعني ايه؟ اطلب من الله. الدعاء لون من الامر، لون من الطلب، بس عادة الأمر يكون من الأعلى للأدنى. إنما حين تقول للرجل اللي له مكانة اعطني كذا، لا يقال أنك تأمره، ولكن يقال أنك إيه؟ تدعوه. فساعة ما توجه طلب من الله اعطني يا رب، يبقى أنت ما بتأمرش ربنا أن يعطيك، إنما اسمه إيه؟ دعاء. لأن الدعاء مفروض فيه زلة الداعي أمام عزة المدعو، ولذلك يقال إذا كان الطلب من أدنى لأعلى يبقى دعاء، وإذا كان من مساو يبقى التماس، التمس، وإذا كان من دون يبقى أمر. يبقى أنواع الطلب كام؟ ثلاثة. إن كنت تطلب من أعلى يبقى ده اسمه إيه؟ دعاء. إن كان من مساوي يبقى التماس، إن كان لأدنى يبقى ده هو الإيه؟ هو ده الأمر. ادعوا لنا ربك. كانوا مقدمين في الحكاية دي، يعني كويس اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك، مش كده ولا لا؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل ده ما تفتكروش إن هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الأرض، ما له ساق، زي مثلا الخصة، زي الفجلة، زي الكراتة، زي الجرجيرة، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه؟ من بقلها وقسائها، القتة بتاعتنا دي اللي هي صنف من الخيار ده، وقسائها وفومها، قلنا ايه؟ بعضهم قال ان هو الحنطة، وبعضهم قال ان هو الثوم الموافق للبصل، ما دام طلبوا البصل يبقى ما فيش مانع بقى ان يبقى دي الثوم يبقى يجي بقى. وفومها وعدسها ايه؟ وبصلها. قبل أن يجيبهم قرعهم، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ساعة إذا سمعت كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك، الباء إيه؟ تل متروك. اشتريت الثوب بدرهم، يبقى اللي ترك إيه؟ الدرهم. أتستبدلون الذي هو أدنى، تاخدوا الأدنى وتتركم الخير؟ ما هو الخير المن والسلوى، يبقى الباء بتدخل على مين؟ على المتروك.
أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني أمر إيه أدنى يعني قريب أمر هين بالذي هو خير، خدها مقابل خير أو من الدناءة. ما نقدرش نقول دناءة لأنها نعمة من نعم الإيه، نعمة من نعم الله، يبقى من الدون والقريب مسألة سهلة دي. ليه؟ لأن قانون السببية فيها واضح، يعني الدنو إليك لأنك معطى أسباب، إنما أنت ما أعطيتش أسباب إن ينزل ندى على الشجر ويكون المن، ولا أعطيتش قوة إنك أنت تأمر الطير تعمل أسراب طير السماني ويقعد يجيلك، مش كده ولا لا؟ أنت الطير اللي بيجيلك ده له مواسم ولا لا؟ أنت بتتحكم فيه؟ أم قال دي أدنى إليكم، يعني أقرب إليكم لأنكم تقدروا تبشروه، إنما دي جاي منين؟ من الله، دي بأسباب عالية. أتستبدلون الذي هو إيه؟ هو أدنى يعني الذي يخضع لأسبابكم ومتناولكم عن الذي هو خير، لأنه من عطاء الله المباشر، كله من عطاء الله صحيح، إنما ده العطاء المباشر لأن مالكش فيه صنعة، مالكش فيه صنعة. لما في الأرض أنت بتزرع وتقلع وتروي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لم يقل ما بماذا أجابه، والذي يدل على أنهم لم يقبلوا ذلك ولم يوجهوا بهذا التقريع قال لهم اهبطوا مصر بقى. ما هو لا يقال اهبطوا مصر بقى إلا إذا ما كانوش إيه، انصرفوا عن الطلب. يعني لو انصرفوا عن الطلب وقالوا لا ده صحيح، كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيه هو خير، ما كانش قال لهم اهبطوا مصر. معنى قول اهبطوا مصر يبقى معناها أنهم إيه ما قبلوش وأصروا على إيه، لغمة تنبيههم إلى أن هذا أدنى وذلك أي وذلك خير. اهبطوا مصر، هنا الآية جاءت بمصر منونة، اهبطوا مصرا مصرا، ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن ومن جلال شرفها إنها ذكرت في القرآن كده مصر كم مرة، هات لي كده بلد كده انذكرت هذا الذكر كده، اسم العلم ده الاسم المنغم الجميل ده مش كده. ربنا قال للموسى وهارون ايه، روحوا مصر واجعلوا بيوتكم ايه قبلة، وقال أليس لي ملك ايه مصر وهذه الأنهار ايه، وقال الذي اشتراه ايه وادخلوا مصر إن شاء الله آمين. كل مصر ذكرت، ذكرت بغير تنوين، مصر يعني زي انتوا عارفين الممنوع من الصرف، الصرف هو التنوين، يعني ما بتتنوينش الا هنا اهبطوا مصرا. هل مصرا دي هي مصر اللي موجوده في الايات الاخرى؟ يعني يجوا مصر زي ما كانوا موجودين ايام فرعون وبيسمهم، يعني رجعوا للحاله الايه، حاله الأم. طب ما ننونها ليه؟ طب ما كان يجيبها برضو غير منونه كما وردت في بقيه الايات غير منونه. قال لك الشيء الممنوع من الصرف دي للعالمية والتأنيس إذا كان لبقعة أو مكان، مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنث، ومرة تلحظ أنه مكان يبقى مذكر. فإن لاحظت أنه بقعة يبقى عالمية وتأنيس تمنعه من الصرف، وإن لاحظت أنه مكان يبقى فيه إيه عالمية ولا فيش فيه تأنيس. خدت بالك وياه؟ وقد تأتي بعض الألفاظ فيها عالمية وعجمة لكن ربنا صرفها في القرآن. كلمة نوح وكلمة لوط المذكورة في صن شمله صالح ونوح مش كده، وشعيب مش كده، ومحمد ولوط وهود، كل الأسماء دي كان المفروض أن تمنع من الصرف مش كده كويس، إلا أنها صرفت لوطا نوحا منونة. قال لك عادة لما بيكون اسم وسط ساكن والسكون خفيف فبينونوه ما يجراش حاجه. طيب يبقى اذا من الممكن ان تكون مصر هي مصر التي وردت في الايات الاخرى، ويبقى بيقول لهم عودوا الى ما كنتم عليه ايام سامكم فرعون سوء الايه سوء العذاب. ونونها اما لانه اراد المكان، واما انها لانها ساكنه الوسط كنوح ولوط فبقت خفيفه فنونها، او يكون المراد اهبطوا مصرا اي مصر، ما دام المساله قريبه سهله دي، يعني يبقى في اي مكان من الامصار ايه ممكن تلاقوه.
طب وإذا قال اهبطوا مصرا أخرجت مصر على أنها مصر من الأمصار؟ يبقى برضو من الممكن أن تراد ولا لا؟ يبقى من الممكن أن إيه؟ أن تراد. اهبطوا مصرا فإن لكم إيه؟ فإن لكم ما سألتم. كلمة مصر بقى دي عادة كل مكان له مفت وأمير وقاضي، يعني زي المدينة عندنا، زي الإيه؟ المدينة، كل مكان له مفت وأمير وقاضي. ومصر مأخوذة من الاقتطاع لأنها مكان من العمران يقطع امتداد الأرض اللي هي إيه؟ خلاء، وبتقطع عمارة، تقف كده العمارة، عمارة المكان يعني كده، يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع الإيه؟ يبقى فصل بين فضائين، فصل، يبقى يا إن أردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعتها، وإن أردتها من الجين فقد فصلت فضائين، فضاء هنا وفضاء، لأن كان المفروض إن زمان إنها كلها كده، وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح إيه؟ أنهت الإيه؟ الفضاء من هنا، وديك أنهت الفضاء من الإيه؟ من الناحية التانية. اهبطوا مصرا فإن لكم إيه؟ ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هي المشقة التي تؤدي إلى الانكسار، ودي من الممكن أنها ترفع عن الناس بأن يكونوا في حماية من يعزهم، لكن المسكنة وصف لازم، ما يقدرش واحد ما يعملكش مسكين، إنما يقدر واحد ما يعملكش ذليل، يعزك ويقول دي في حماية. ولذلك في كلمة الذلة مسألة اليهود يقول ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني إيه؟ يعني يبقوا أذلاء إلا إذا أخذوا حبلا من الله بأن يعاهدهم نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم وهم في إيه؟ فعاشوا في حمى العهد، يبقى ما في الذلة إلا بحبل من الله على يد رسول أو مؤمنين برسول، أو حبل من الناس، يجي واحد قوي ولو طاغي زيهم ها يجعلهم في إيه؟ في حمايته. ولذلك هم في أيام العهد المدني عهدهم مع سيدنا رسول الله كانوا كويسين أو ولما نيجي دلوقتي ونلاقي دول قوية عمالة بتسندهم، يبقى هم عايشين في حبل الله ولا في حبل من الناس؟ في حبل من الناس. يبقى إذن هي الذلة ملازمة. ولذلك شوف كلمة إيه، شوف الدقة بقى، ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة يعني إيه؟ أنت تعرف لما أقول لك النقد ده ضرب في مصر، لا طبع طبع إيه؟ ده ضرب علشان كده، هو عشان يطلع البروز بتاعه ده، يبقى شوف بقى لما يجيب المعدن ده ويخلي الكتابة بارزة والأرقام والمش عارف الإيه، شوف هالسكة دي تيجي شكلها إيه؟ ها؟ لازم سكة قوية، هي كلمة ضربة، زي أنت ما تيجي تختم ختم، فضربت عليهم خيمة كده، يعني ألزمتهم الذلة وألزمتهم كأنهم في خيمة ما يقدروش إيه؟ لا يستطيعون أن يبارحوا الإيه؟ الذلة. المسكنة بقى دي قد تكون في الذاتية، وقد تكون في ما تخلع على الهيئة من انكسار لغرض منها. وهم لما كانوا بيروحوا يدفعوا الجزية والجزية بتأخذ على القادر، كانوا يعملوا أنهم إيه؟ مساكين، ويلبسوا هدوم ما مش كده وبتاع، علشان لما يجي يضربوا عليهم الجزية يضربوها إيه بسيطة. ففي الذلة قال إيه؟ دول إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لكن المسكنة ما قالش حبل من الله وحبل من إيه؟ لأنها أمر إيه؟ ذاتي، ما هوش أمر إيه؟ طارئ، الغير يحمله عنه. وضربت عليهم الإيه؟ الذلة والإيه؟ والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. يقال باء بالغضب أي أن الغضب مساو لما صنع. قال أن تبوء باسمي واسمك، يعني إيه تبوء؟ ترجع إلى الله باسمي واسمك. يبقى باءوا بغضب من الله يعني إيه؟ رجعوا
بغضب من الله، غضب مش غضب تعالي مساوي لما ايه يعني ربنا كده ما جاب لهمش الغضب كده، لا ده بما ايه، يبقى بؤت بذنب فلان يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع ايه مع فلان، يبقى وباء بغضب ايه، وباء بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله يسترونها ويكفرون النعم، لا يذكرونها بشكر ولا يديمون ولاءهم للمنعم فيها بدليل تكرر وإذ 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 كل إيه كل نعم. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طب تصور بقى اللي بيقتل النبي ده، النبي ده المفروض في إيه؟ ده إنسان ربنا بعته أسوة سلوكية، صحيح ما بيجيش بمنهج جديد، يكون منهج كل نبي هو منهج الرسول الذي سبقه أو الرسول الذي عصره، ولكنه يكون إيه منهج سلوكي، لما يعز السلوك على المنهج يقوم ربنا يبعت أنبياء يعصمهم من الخطيئة علشان يكون نموذج إيه. ليه؟ قال لك لأن النماذج السلوكية في الكون تقرب حمل الناس نفوسهم على المنهج، لأنك لما تشوف واحد بشر زيك ومستقيم ومنفذ تقوم تقول إذن من الممكن أن أنا أبقى كده، أدي إيه السلوك. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة حسنة، لأنه إيه بشر مش كده ولا لا، وملزم نفسه بالمنهج وحواليه مثلا صحابة بشر وألزموا نفسهم بإيه بالمنهج، إذن لما الناس يشوفهم يقولك إذن المنهج ليس بالعسير أن ألتزم به. لكن لو ما كانش فيه نماذج سلوكية تقول لا ده صعب على النفس، هو حد يقدر يطيق الكلام دي؟ يبقى إذن الأنبياء جايين نماذج سلوكية ليسهلوا على الناس التزامهم بالمنهج، بدليل أن أناسا مساوين لهم في البشرية استطاعوا أن يحملوا نفوسهم على منهج الله. ومن عادة الإنسان أنه إذا رأى مساويا له صنع شيئا يقول الله طب ما دام هو صنعه أنا ليه ما صنعوش؟ على طول يقلده. طب دول يجوا يقتلوا النبيين اللي هو نماذج أسوة، ليه بيقتلوهم؟ لأن دي بيفضح الفاسق، لأن اللي نموذجه سلوكي وملتزم يفضح مين؟ يفضح الفاسق. الفاسق يقول اشمعنى أنا مش غادر ابن الكلب ده، يعني بس طالع لي كده كل يوم ساعة ما بيسمع الأدم بيجري على الجامع وملتزم ولا مش عارف إيه، ولا بيبص كده ولا بي كده ولا بيسهر وأنا يلعب شوية ورق، ولا بيروح مثلا الخمارة، ولا بيعملش مش عارف إيه. يبقى لأنك بتحقره أمام نفسه، تحقره فيعز عليه إنه يجد إنسان استطاع أن يلزم نفسه بالمنهج وهو مش قادر على كده، يقولك زيحه من حياتنا ده. قد يجوز إن بعض الناس يستهزئون به، يقولك الشيخ راح المطمطم ادعلني خدنا على جناحك، مش ده اللي بيحصل؟ ليه؟ بيسخروا منهم لعل السخرية والاستهزاء يثنيهم ليكونوا ايه؟ ليكونوا مثلهم، لانهم مجرد وجودهم كده بيقدح دول في ايه؟ في رجولتهم الايمانية، مش قادر يقوم يحاول انه ايه؟ يهزقوا عشان يبقى ايه؟ ولذلك اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مش ده اللي بيحصل برضه؟ طب بص كده لأي واحد مستقيم في وسط جماعة مش ملتزمة، جماعة غير ملتزمة، وشوف هم يكونوا مستقيم بينالوا ايه، مش كده؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، مش كده ولا لا؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ايه لضالون، مش كده؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف بقى الجزاء بقى من الله، فاليوم اللي هو يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا بيقول أنا قدرت أجازيهم باللي عملوه فيكم؟ نقول له نعم، نقول له نعم بلى قدرت. هل إذن فقول الحق سبحانه وتعالى
يقتلون النبيين، أي لأن الأنبياء بعثهم الله أسوة سلوكية ليخففوا عن النفوس البشرية مؤونة التزامهم لمنهج الله، وهؤلاء لا يحبون من يهيج فيهم هذه المسألة ولا من يكون نموذجا للاستقامة، بل يحبون أن يكون الكل منحرفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنتم ما بدأنا، والسلام عليكم ورحمة الله.